حياكم الله مشاهدينا الكرام، يا مرحبا بكم معنا من فقرة الشخصيات البارزة اللي دائما نعرفكم من خلال هذه الفقرة على أبرز الشخصيات المتواجدة في المنطقة الشرقية وأيضا الشخصيات الحاصلة على العديد من الإنجازات من كافة الفئات العمرية. من هنا مشاهدينا الكرام من نادي خرفكان الرياضي الثقافي والذي يحتوي على عدد كبير من الأبطال في هذا النادي، يسعدني أني أرحب بمحمد أحمد الهاشمي، حياك الله. الله يحييك محمد. بس لو تخبرنا عن بداياتك في رياضة الجودو. أنا بديتها كان في دورة صيفية في الخور قبل 5 سنوات تقريبا، وقابلنا كابتن سلام يعني بالصدفة وشرح لنا عن الرياضة وكذا، وعجبنا الموضوع دشين يعني تشجيع من والديني ما شاء الله وتوفقنا ما شاء الله. تخبرنا عن البطولات اللي انت شاركت فيها. كلها طبعا في الدولة، وكنت يعني اي مراكز بس من الذهبية للبرونزية، يعني في عندي خسارات في فوزات. زين، شو اللي انت راس منه للمستقبل بان انت تحقق البطولات كلها وتربح البطولات كلها؟ البطولات كلها ما اللعبة ما بعدها لين اوصل بطولة. شو السبب طموحك هذا و تحفيزك هذا وثقتك بنفسك؟ حبيت اللعبة والحين يعني بديت كيف يعني بديت يكون في أوج عطائي للحين. يعني أنا لو أني أفضل أدخل هذه الرياضة، أقنعني أني أنا أدخل هذه الرياضة، شو المميز في هذه الرياضة؟ المميز فيها أول شيء لصحتك، ورياضة بتستفيد أنت وقت يعني ما يضيع عليك الفاضي، تسوي يعني شيء زين، هي تحافظ على لياقتك البدنية. طبعا محمد، نفس ما نعرف ان رياضة الجودو فيها عدد كثير من اللاعبين، في المباراة كم شخص يكون متواجد؟ اذا فرق 6 ب6 او 8 ب8، واذا بالفردي خلاص من كل وزن من كل نادي يطلع واحد. من كل وزن او كل نادي الحين يعني في المباريات انت تبارز خصمك على وزنه؟ هي. يعني مثلا وزنك 50 خصمك يكون وزنه 50، ما يفرق انه مثلا اذا كان طويل او قصير، صح؟ صح. شو بعد مثلا شروط البطولات؟ بس الميزان. الميزان هي. يعني بامكان اي شخص مثلا اتمرس من الرياضه انه يدخل بطولات، صح؟ لازم اول شيء الكابتن يشوف اذا اكتسب الخبره الكافيه، اذا يعني عنده خبره وتمرس والكابتن يبغى يدخل خلاص. يعني الكابتن اللي يقرر مستواه بانه يدخل بطولات او لا. رسالتك اللي انت توصلها للاعبين الجدد؟ اللعبه حلوه، دش تمرن واجتهدوا ان شاء الله تحصلوا. جزاك الله الخير يا محمد، والله يوفقك يا رب. يا وياك. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام الى ختام فقرتنا، فقره الشخصيات البارزه، واللاعب محمد احمد الهاشمي له بصمه في رياضة الجودو. وإلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا معكم إلى ختام فقرتنا، وإلى اللقاء. إذن مشاهدينا ما زلنا نتحدث عن الرياضة، وأكيد الرياضة دائما هي مفيدة للجسم وصحة العقل. نتحدث عن رياضة كرة اليد في نادي اتحاد كلبان، نتابع هذه الرياضة ولنا عودة. في البداية بنحب نعرف ان لعبة كرة اليد من الألعاب الجماعية اللي بتحتاج بعض العناصر البدنية مثل القوة والسرعة والرشاقة. لعبة كرة اليد لعبة فيها داخل الملعب 7 لاعبين، بره الملعب في عدد من الاحتياطي 9 لاعبين. بتحتاج دايما استمرار في التدريب، وتحتاج دايما انك تكون على مستعد وجاهز، لانك لعبه كره اليد من اللعب اللي فيها اهداف كتيره، الاهداف بتوصل ل 30 هدف لكل فريق. طبعا لو اتكلمنا عن لعبه كره اليد في نادي اتحاد كلبه، فاحنا عندنا في نادي اتحاد كلبه عندنا ما شاء الله 4 مراحل سنيه، بتبدا من اصغر حاجه اللي هي مرحله البراعم باء،
بعديها بيطلع على طول مرحله البراعم الف، المرحله الاكبر الصغار، وبعد كده مرحله الاشبال. عندنا طبعا في اهتمام واضح جدا في نادي اتحاد كلبه من قبل اداره النادي، اللي فعلا قدر يتعامل بحرفيه وبكل مهاره خلال ازمه كورونا. واذا حبينا نتكلم عن عدد اللاعبين اللي موجودين في نادي اتحاد كلبه، فاحنا هنلاقي ان احنا مثلا عندنا في جميع المراحل ما يقرب من 100 لاعب مسجلين ضمن الاتحادات الرياضيه. هنتكلم ان اللعبه عباره عن 7 لاعبين داخل الملعب، لازم اللاعب يحتفظ بالكوره مش اكتر من 3 ثواني في ايده، لازم دايما وهو بيتحرك بالكوره لازم يعمل دريبلينج او تنطيط للكوره. في بعد كده عندنا التصويب، لما تيجي تصوب في كره اليد لازم تدوس تكون شايط بره خط الـ6 متر اللي هو الخط اللي هو شبه نص الدايره عشان احرز الهدف. اذا لمست الخط قبل التصويب بتعتبر عليا خطا او فاول. بنيجي مثلا في حارس المرمى، حارس المرمى بيستطيع انه يلمس الكوره بجميع اجزاء جسمه، ولو طلعت منه بره الخط الجانبي او خط المرمى ما بتتحسبش عليه زي كره القدم، ما بتتحسبش عليه رميه مرمى او كورنر. بنيجي تاني في الدفاع، في الدفاع انت مثلا يحق ليك انك توقف اللاعب الخصم باي شكل كان بحيث ان انت تكون في المواجهه، اما اذا حاولت انك تعرض اللاعب التاني او اللاعب الخصم او اللاعب المنافس الى الخطوره، هنا بندخل في مرحله العقوبات. عندنا مرحله العقوبات في كره اليد، في مثلا بتبدا بانذار اللي هو الكارت الاصفر، بعد كده بتتدرج صعودا الى طرد لمده 2 دقيقة، وبعد كده بتوصل الى الكارت الاحمر او الطرد النهائي. نيجي مثلا عدد الحكام في الملعب، عدد الحكام في الملعب عندنا حكمين، في حكم مرمى وحكم ملعب، بالاضافه الى حكام اخرين في موجودين في الطاوله هو مقاطي ومسجل. بكده بنكون تقريبا شرحنا فكره بسيطه عن كره اليد. احب اقول برضو ان كره اليد ملعبها ملعب مستطيل عباره عن 40 متر في 20. الملعب دوت مقسم الى فرقتين في الدفاع وهجوم، كل واحد بيلعب كره يد. احب اقول لعب كره اليد محتاجه المهاره، محتاجه القوه، محتاجاك. اهلا بيك في نادي اتحاد كلب. إذن مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم في فقراتنا المتنوعة، والموهبة عطاء من الله لكثير من الناس، ولكن يمكن لهذه الموهبة أن تنمو وتترعرع، ويمكن أن تذبل وتموت، ويرجع ذلك على حسب البيئة المحيطة بالإنسان والثقافة الموجودة في هذه البيئة. فكيف يتم اكتشاف هذه المواهب الكاملة في كل شخص فينا، وكيف يتم أيضا تطويرها واستثمارها؟ نناقش هذا الموضوع مع الأستاذ الفاضل محمد مطر الحوسني، خبير السعادة وجودة الحياة. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا، حياك الله. الله يحييك يا رب. أستاذ محمد، اليوم نتحدث عن تنمية المواهب في كل شخص فينا، فما هي الموهبة بداية، وهل كل إنسان لديه مواهب معينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموهبة من اسمها يعني هي مثل الهدية. نعم. يعني لما تهب شخص أنت تهدي شخص، فالموهبة هدية مجانية من الله سبحانه وتعالى. الهدية عبارة عن قدرة عالية أعلى من الطبيعي. فهذه القدرات اللي معطايا او المهداه من الله سبحانه وتعالى للانسان، مهداه من طفولته يعني من ولادته، وهو جاي معاه هذه الهديه او القدره. نعم نعم، تولد معاه. وفرق بين، حتى لو تكلمنا بعدين مثل اذا مر في خلال الحديث، فرق هنا كبير بين الموهبه وبين مثلا الهوايه. الناس بعضهم يفرقون. صحيح. الهوايه ميل ميل وشغف لشيء معين، ممكن ما يكون عندي حتى قدره فيه، ممكن حتى ما أعرف أمارسه، لكن أنا أحب هذا الشيء. لكن الموهبة لا، هي القدرة الجاهزة على ممارسة شيء معين بدون تعليم، بدون دراسة، بدون خبرة، بدون أي سابق علم يعني فيها. نعم. أي نعم، بالفطرة. جميل. هذه الموهبة. والموهبة جميع الناس عندهم مواهب، ويتفاوتون الناس في المواهب، يعني في نوع الموهبة، في مستوى الموهبة، كم عندهم من 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 مستوى للموهبة. هذا يتفاوت عند الناس، لكن الجميع عندهم مواهب. نعم، يعني هذا كان التساؤل في بالي، هل الجميع لديه نفس النسبة من الموهبة؟ لأن سبحان الله قد نرى شخصين موهوبين بنفس المجال أو بنفس الهبة، ولكن كل شخص مختلف بقدرته على ممارسة هذه الموهبة في شيء فلان مثلا. صحيح. معين. فيعني
كل شخص لديه موهبة. في بعض الأشخاص تسأل ما هي الموهبة التي تحلى بها، يقول لا أعتقد أن لدي موهبة معينة، فهل هذا الاعتقاد يقتل هذه الموهبة في الشخص نفسه؟ هو الإشكال في نحن يعني وفي الناس عموما أن الناس ما مكتشف الموهبة. وما معنى أنك أنت ما اكتشفت ما عندك من مواهب أن أنت ما تمتلك الموهبة، لكن ما عندك الأساليب اللي تكتشف فيها المواهب، أو ما تعرف الأساليب اللي تكتشف فيها المواهب. وفي ملاحظة أن غالبا اكتشافنا نحن لمواهب الآخرين أسهل بكثير من اكتشافنا لمواهبنا الشخصية. نعم صحيح. وتلاقي مثلا الأم والأب يكتشفون مواهب في أطفالهم من الصغر موجودة عندهم، بينما الأم والأب هم ما مكتشفين مواهبهم هم الشخصية. صحيح. فهذا هذا الإشكال اللي يصير، ويعتقدون أنه ما عندهم موهبة. لا، في فرق بينك أنت ما تمتلك موهبة، هذا التعبير خاطئ، ما في أحد ما يمتلك موهبة. يعني اليوم نستطيع القول للجميع أن كل شخص لديه مواهب وليس فقط يمكن موهبة واحدة. نعم. طيب كيف نكتشف هذه المواهب أستاذ محمد؟ هل هي عن طريق الآخرين كما ذكرت قبل قليل، أما الشخص في طرق معينة يكتشفها في نفسه؟ في طرق كثيرة لاكتشاف المواهب. يعني مثلا احنا ممكن ان احنا نرجع بالماضي الى ايام الطفوله، يعني الشخص يرجع بماضيه الى ايام الطفوله. نعم. ويستكشف في ذيك الفتره هو شو الاشياء اللي كانت تشغله، شو الامور اللي كانت تملى فراغه في ذيك الفتره، شو الاشياء اللي كانت بارزه عنده. طبعا ممكن ان هو يتذكرها هو بنفسه، او يسال الوالدين، يسال الناس القريبين الكبار اللي كانوا موجودين في ذيك الفتره، فهم راح يذكرون له بعض الامور اللي دائما كان مشغول فيها ودائما كان يعني يتميز انه هو شاطر فيها او مهتم فيها او يعرف ينجزها. نعم. هني يستكشف مواهبه، لان الطفل ما عنده اي املاءات من اطراف اخرى حتى يعمل شيء معين. صحيح. هو يعمله بكامل دافعيته. نعم، فطرته الداخليه. كان عقله الباطن مبرمج بالفطره على هذا الشيء. نعم. هني تقدر تستكشف. لكن الكبار لا، الكبار ممكن يمارسون أمور هي هواية بالنسبة له، يعني ميل إله، بس هو ما عنده قدرات فيها، فهو مو موهوب في هذا الشيء. هذا الفرق. ففي الطفولة لا، نقدر نستكشف أسرع. في الطريقة الثانية مثلا عن طريق المقاييس الشخصية. يعني أنماط الشخصية ومقاييسها والاختبارات الشخصية اللي نسويها للشخص تستكشف مواهب الشخص. فالناس مثلا يعني لو قلنا مثلا اسلوب الام بي تي اي في استكشاف مواهب الشخصيه او انماط الشخصيه 16، كنا مفهوم انماط الشخصيه عاده يتميزون بمواهب معينه. مواهب معينه. فاذا قدرت ان انت تستكشف نفسك وتعرف ان انت من اي نمط من هذه الانماط، راح تجد ان صح عندك هذه المواهب او جزء من هذه المواهب. عندنا مثلا مقاييس الابداع والابتكار اللي تقيس الانسان مدى قدراته في مجالات معينه. مقاييس الذكاء، مقياس هيرمان مثلا في اتجاهات التفكير. نعم. ويستكشف لك هذا الانسان، هل هو مبدع هذا الانسان، هل هو منطقي هذا الانسان، وبالتالي بتطلع المواهب اللي تحلى فيها في هذا المجال. نعم. اي نعم. ففي طرق كثيره يعني لاستكشاف المواهب. يعني اليوم اللي ما اكتشف موهبته حتى الان، وان وصل في العمر ما وصل، لابد انه يقف وقفه مع نفسه ويقيس يمكن بعض هذه الانماط او القياسات اللي ذكرتها. نعم. استاذ محمد، هي كادوات يقيس فيها الجوانب التي قد يكون موهوب فيها. صحيح. فاليوم يعني تنمية هذه المواهب أستاذ محمد أتوقع هي شيء مفروغ منه. إن لم تنمي هذه الموهبة أتوقع ليس هناك شيء سوف يمكن الإنسان غير الموهبة. صحيح. فما هي انعكاسات تنمية هذه الموهبة قبل أن نتحدث كيف ممكن ننميها؟ نعم، الموهبة إذا تنمت عند الإنسان، الموهبة هي تميز الشخص. نعم. يعني ميزتي أنا عن فلان أني أنا عندي المواهب الفلانية. صحيح. والقدرات الفلانية أتميز فيها عنه. غالبا إحنا مثلا لما نيجي ونتكلمنا إحنا يمكن في الأسبوع الماضي أو اللي قبله، تكلمنا عن كيف أن الإنسان لازم يكون له هدف في حياته. طيب كيف تستكشف هدفك في الحياة؟ أنت عندك في الحياة هدفين، هدف عام اللي هي عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا هدف عام لجميع الناس. والهدف الثاني هدف خاص فيك أنت، يعني عندك مهمة خاصة فيك جاي أنت فيها للحياة. صحيح. ما موجودة عند الآخر. نعم، هي رسالة. رسالة. نعم. هذه الرسالة أو المهمة اللي أنت جاي فيها للحياة، كيف تعرف أنت أي رسالة مطلوبة منك؟ تعرفها عن طريق المواهب اللي الله أعطاك إياها، لأن الله سبحانه وتعالى لما يعطي إنسان مهمة يعطيه كل القدرات اللي تساعده في المهمة هذه. صحيح، هذه نقطة جدا مهمة. إيه. فهذه القدرات اللي جاية وياك هي المواهب. فأنت لما تعرف موهبتك،
أنت بالتالي راح تقدر تحقق هدفك في الحياة صحيح. وراح تتميز في الحياة. يعني على سبيل المثال أستاذ محمد مثلا القائد مثلا لديه مهارات القيادة، فبالتالي صحيح. هو يمكن رسالته في هذه الحياة أن يؤهل ناس أو يقود ناس لتحقيق مثلا أهدافهم في هذه الحياة، فقد تكون هذه هي الرسالة من وجود هذا الشخص صحيح. وأداها بالمواهب التي تتماشى معه. نعم هذا الكلام سليم. نعم. وبذلك كل ما اكتشف الإنسان مواهب الحقيقية، إحنا المواهب نوعين، نوع مواهب رئيسية ومواهب فرعية. المواهب الرئيسية هي المواهب القوية البارزة في الإنسان التي يستطيع، يعني عنده قدرات يستطيع أن يمارسها بدون تعليم بدون تدريب بدون أي نقدر نستذكر منها أمثلة أستاذ محمد يعني مثلا على سبيل المثال؟ نعم يعني مثال لو أن احنا عندنا طفل من الطفولة هو يرسم ورسمه واضح، يعني عمره سنتين ثلاث سنوات أربع سنوات رسمه واضح. الأطفال كلهم يرسمون بس يرسمون في البداية يعني خرابيش وأشياء ما بواضحة يعني، لكن هذا الطفل رسمه واضح ومعرفته في الألوان واضحة. هذه موهبة خلاص موجودة الآن. طفل يتحدث قبل أوانه يعني يتحدث في سن صغيرة وحديثه وكلماته وحروفه واضحة، هذا عنده لباقة في الحديث. نعم فهذه قدرة وموهبة من الله سبحانه وتعالى. طفل قادر أنه يقود الآخرين، شخصية قوية ومن هو طفل. وهذه موهبة، فهذه كلها مواهب تظهر في الطفولة وكل ما احنا نميناها لما يكبر نكتشف ان هذا الانسان يبرز بقوه في هذا المجال في هذا الشيء. جميل. هذه المهارات الاساسيه استاذ محمد. هناك مثل ما ذكرت مهارات او مواهب فرعيه. صحيح. مثل ماذا؟ المهارات نفسها يعني مثلا لو اكتشفنا ان طفل رسمه مثلا مستوى عالي كلامه زين واضح بس مو مثل قوه المتحدث الطفل الثاني، فهذه المهاره فرعيه بالنسبه له. المهارة الرئيسية عند الرسم. هي نعم. الناس في إشكال يصير إن بعض الناس تهتم بمهاراتها الفرعية على حساب المهارة الرئيسية اللي عنده. هذا عندما لا يكتشف ممكن الموهبة. ممكن إنه ما اكتشفها. نعم. ممكن شيء ثاني. أنا ليش تكلمت في البداية عن الموهبة والهواية؟ إشكال عند بعض الناس إن موهبته مو هي هوايته. فهو مثلاً موهبة، مثلاً أنا أعرف شخص موهبته عالية في الرسم، رسم عجيب. يعني هو يتكلم معنا وإيده، تعرفين لما احنا نشخط وكذا يرسم بنفس الوقت، يرسم رسم غير طبيعي غير طبيعي تماما. يعني انا اشوف رسمه وانا هو بدون ما اخرب عليه يعني وعيني على الرسم، الرسم غير طبيعي كانها صوره فوتوغرافيه ما شاء الله. هذا الشخص اكلمه اقول ليش ما ترسم، ليش ما يكون عندك لوحات، ليش ما يكون عندك مثلا على الانستغرام او على او ستوديو او تشارك معارض هوايه. نعم. يقول لي ما احب، أحب الصيد، البحر، كذا شيء ثاني. يعني مارس الهواية أكثر من الموهبة الموهوب فيها. من الموهبة، في ناس عندها موهبة عالية بس هي مو بهوايته، مو بهميلة. عادي طبيعي هذا الشيء. لما تتوافق الموهبة مع الهواية وتصير هي الحب والشغف لها، ينجح الإنسان فيها نجاح كبير. يحقق قفزات. طبعًا. نعم. جميل. يعني جميل أن نفرق بين الموهبة والهواية حتى نستثمر في الموهبة الأساسية وأيضًا يستثمر الإنسان في نفسه بالتالي. صحيح. كما يقال أحيانا أستاذ محمد أن يعني جالس الأشخاص الإيجابيين حتى تكون إيجابي مثل هؤلاء الأشخاص، لكن هل الموهبة أيضا تأتي أنت كما ذكرت هي بالفطرة، ولكن هل يكتشف الشخص موهبته من خلال الجماعات الموهوبين الذين قد أيضا يدلونه على طريق موهبته أو يكتشفون لديه الموهبة؟ نعم، وهذا هذه من الأشياء المهمة جدا. يعني مثلا مراكز الهوايات، مراكز الموهوبين، هذه الشخص أو إحنا عادة تكون الأطفال يعني نعم. لما يدخلونها يبدون يمارسون هواياتهم أو مواهبهم في داخل هذا المكان، فتبدأ تبرز المواهب وتظهر. الناس الكبار اللي هم ما عارفين مواهبهم وما عارفين، لما هو يشارك في بعض الأمور اللي هي من طفولته كانت موجودة عنده، فيشارك مثلا مع مجموعات مهتمة بهذا الشيء، جروبات يعني شغالة في هذا المجال. نعم. تبدأ تبرز هوايته أو موهبته وتبرز عنده الميزات اللي كانت موجودة عنده، يمكن يكون عنده قدرات ما يتوقعها هو. صحيح. يكتشف أنها قدرات عالية، وغالبا الآخرين يقدرون يعطونك الأحكام. يعني الآخرين يقولون لك أنت ما شاء الله عليك، أنا ما توقعنا أنك أنت عندك هذه القدرة، ما
ما توقعنا أن عندك هذه المهارة. فيبدأ هو يكتشف نفسه. صحيح. في هذه اللحظة. يمكن أيضا عقب على كلامك أستاذ محمد، يمكن اليوم إحنا في إمارة الشارقة عندنا مراكز الأطفال منتشرة. أتوقع هذه المراكز بحد ذاتها يعني منبع لاكتشاف المواهب لدى الأطفال. صحيح. وهي داعمة للأطفال، فاليوم الحمد لله نرى قادة في إمارة الشارقة من بين يعني مختلف الأطفال نماذج مشرفة حقيقة. فهنا يأتي يعني اكتشاف المواهب لدى الأطفال ودعم هؤلاء الأطفال حتى يكونوا يعني مستثمرين في الإنسان في دولة الإمارات بشكل عام. طبعا الحديث جدا شيق معك أستاذ محمد، وخصوصا في هذه النقاط التي قد نغفل عنها، والفرق أيضا بين الموهبة والهواية لابد أن نفرق. شكرا لك الأستاذ محمد مطر الحسني خبير السعادة وجودة الحياة، كل الشكر لك. شكرا لك. إذن مشاهدينا وصلنا معكم إلى نهاية أمسيتنا لهذا المساء، نتمنى كانت أمسيتنا خفيفة ولكن ثقيلة بمحتواها. تصبحون على خير ومع السلامة.